هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الفرنك الفرنسي بالدينار الجزائري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يجوز بيع العملات بعضها ببعض، هذا يسمى بالصرف، بيع العملات والنقود بعضها ببعض، هذا يسميه العلماء بالصرف. ولكن إذا كانت العملات من جنس واحد، عملات لدولة واحدة، هذه جنس واحد، لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها التأجيل. أما إذا كانت العملات مختلفة من دول مختلفة، فرنسي بالجزائري بمصري بكذا، فلا بأس بالتفاضل بينها، لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض في المجلس.